فضيلة الشيخ، أدركت مع الإمام ركعتين من صلاة المغرب في الحرم، فلما سلم الإمام قمت لأقضي ما فاتني، فمرت امرأة فقطعت الصلاة فأعدتها، فهل فاتني أجر صلاة الجماعة؟ ما انقطعت صلاتك، لو أكملت صلاتك هذا هو الواجب، ومرور المرأة من أمامك لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة. ولكن إن كان المكان واسع ومرت فيه تأثم، وأن تأثم بتمكينها، أما إن كان المكان ضيق ولا مثل الحرم ولا ينضبطون الناس، فالأمر واسع في هذا، والحمد لله صلاتك صحيحة وإعادتك إياها غلط، ولكن أنت جاهل بالحكم، صلاتك صحيحة وليس عليك إعادة، لكن بحكم أنك جاهل صلاة إعادتك ما نقول أنها بطلت صلاتك.